وللحديث عن فعاليات الدورة 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب التي تنطلق غدا في أبوظبي، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية. مساء الخير دكتور. مساء النور أخي محمد، يا أهلا. بداية سعادتك، يعني تحتفي هذه الدورة بمفهوم الاستدامة كفكرة محورية تماشيا مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عام للاستدامة، كيف سيترجم معرض أبوظبي للكتاب مفهوم الاستدامة من خلال فعالياته؟ لا شك يعني أن اختيار مفهوم الاستدامة لتكون فكرة محورية في هذه الدورة مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة 2023 عام للاستدامة، في الواقع ستتوفر في المعرض جلسات حوارية حول تفعيل مفهوم الاستدامة في شتى المجالات مثل المناخ والأمن الغذائي، وبحث سبل تعزيز وعي الشباب بتحقيق التنمية المستدامة والسبل للترويج لها. بيتناول المعرض أيضا محورين هامين للقطاع الثقافي، هما الاستدامة في صناعة النشر ودور المتاحف في تعزيز مفهوم الاستدامة لدى الجمهور. من ناحية أخرى يطبق المعرض معايير الاستدامة في كل تفاصيل فيما يخص المطبوعات واستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير، حتى على صعيد المشاريع تضع إمكانية استدامة الفكرة وأصدائها وأثارها واستمرار فوائدها عبر الأجيال. معرض أبوظبي أيضا يعني في هذا الجانب ستساهم، ضيف الشرف سيسهم إسهاما كبيرا في تحقيق فكرة الاستدامة، وسوف يطلق مجموعة من المبادرات في هذا السياق. نعم دكتور، يعني على ذكر ضيف الشرف وهذا هذه الدورة تحتفي بالجمهورية التركية كضيف شرف لهذه الدورة، ما هي البرامج التي ستنعقد في المعرض والتي ستترجم مفهوم التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي؟ الأهم أن الهدف من وجود ضيف الشرف لدورة من دورات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، هذه الدورة هي الدورة الأكبر، الهدف من وجود ضيف الشرف هو تعزيز حالة الحوار الحضاري بين الثقافات في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة نحو الإفتتاح على الثقافات والحضارات. في الدورات السابقة استضفنا ثقافات عدة لتعزيز حالة الحوار هذه بين تلك الثقافات وبين الثقافة العربية. الجمهورية التركية ضيف شرف لدورة هذا العام كما تفضلتم قبل قليل. سننقل لزوار المعرض جوانب ثرية من الثقافة التركية، أدبا وفنونا وفكرا وطعاما وموسيقى وغناء. الغرض تحويل هذه الثقافة إلى فكرة جماهيرية. سنوسع من فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين الثقافتين ممثلا في قطاع النشر والصناعات الإبداعية. الحدث أيضا يحتفل بجوائز الأدب العربي ومنح الترجمة، وهو ما يتيح المجال أمام الجمهور للقاء الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب وجائزة البوكر العربية. نعم. إذن دكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، شاكرين لك هذه المداخلة. شكرا.